نتمنى تكون بخير ان شاء الله. الوغ اليوم بغيت ندير لكم واحد الفيديو، المهم غيكون مختلف على المحتوى ديال القناه ديالي، ولكن ضروري بغيت نهضر فيه. علاش؟ لان غيكون بطبيعه الحال المتتبعين ديالي غيكون عندهم سواء الفاميلا ديالتهم ولا هما كاينين هنايا في بلد فرنسا. كيف ما عرفتوا كاين دابا هي واحد ممكن ازمه عالميه. مي هاد الازمه كيف ما كنقولوا هي مخبيه في واحد الفيروس. هاد الفيروس هو فيروس كورونا، راكم دابا عرفتوه. كيهضروا عليه جميع القنوات، سواء في اليوتيوب سواء في القنوات العالميه في التلفازه. الوغ هاد الفيروس بون يلا بدا، مهم بدا. حاليا ما كاينش العلاج ديالو، باقي ما كاينش واحد الفاكسان، باقي ما دارش ليه واحد الفاكسان. المهم كاينين بطبيعه الحال الناس اللي هما توفاو عفوا بهذا الفيروس هذا. ولكن الا حاولتوا انكم تشوفوا، المهم تحاولوا انكم تقلبوا، ولا غادي يبان لكم بان هذا الفيروس مخبيه من وراه واحد ازمه عالميه. غتكون ازمه عالميه كبرى، غير لاحظتوا في البورصه، لان البورصه من نهار بدات بدات كتهود، بداو كيهبطوا الاسهم، بدات في نقص كبير بزاف بدا هذا الفيروس هذا. مهم بغيت نقول لكم ان مهم هو بدا في الصين، ابخي مهم انتشر في العالم كله. كاينين البلدان اللي هما داروا حجز حجر على البلدان، حتى واحد ما يدخل عندهم، حتى واحد ما يخرج، منعين الناس من السفر لهاد البلدان. غير حنايا هنا بالنسبه لفرنسا، مهم ايطاليا راه كانت هذه تقريبا شي اسبوع هما حابسين، ما كاين لا خدمه لا والو. مي حنا هنايا في فرنسا البارح الخميس عاد الرئيس الفرنسي خرج وهضر هضر قال لنا بان دابا وصلنا حنا لواحد لي طاب لي ان بو سوبيريور، ولينا بحال البلاد الاخرين. دا كاين خطر ديال هاد الفيروس هنا عندنا في بلد فرنسا. الوغ من بدايه الاسبوع المقبل نهار 2 ان شاء الله ما غيكونوا مدارس، ما غادي يكونوا اجتماعات، ولا كاع هما المجتمعات اللي كيكونوا فيهم الناس بزاف ما غاديش يكونوا. بالنسبه للرياضه ما غيكونوش الماتشات، ما غيكونوش دي ماتش. بالنسبه للاحتفالات دي كونسير، بالنسبه للمغنيين المشهورين ما كاينينش، هذاك الشيء كله تحبس. الرياضه تحبسات. بالنسبه انا لولادي صيفطوا لي ايميل البارح قالوا لي بان الرياضه المهم محبوسه، ما كاينش لي زونطريمون، ما كاين حتى حاجه. المهم حنا دابا عاد دخلنا في بلد فرنسا، ما كنقول لكم اول حجر هو اننا غنكونوا جالسين في ديورنا، ما غنخدموش، نقابلوا وليداتنا هنايا في الدار، ما كايناش القرايه حتى امتى ما عرفناش. اذا كيقولوا هذا الفيروس ما باقي ما عرفناش ليه النهايه ديالته، زعما كانت امتى غينتهي. الا جينا نفكروا واحد شويه غنقولوا مادام هاد الفيروس ما عرفوش امتى غادي ينتهي، اذا ما عارفين بطبيعه الحال البورصه ما عارفينش امتى غادي يطلع. غير المهم هادشي، هذا هو التفكير ديال هادشي اللي التفكير ديالي انا، هادشي اللي استنتجت انا شخصيا من هاد الفيروس، لان من وراه طبيعه الحال وانا متاكده من وراه ازمه عالميه كبرى. الوغ كيف ما قلت لكم دابا حنا حابسين عندنا كلشي، ما كاينش خدمه، ما كاينش قرايه. انا اليوم كان عندي اجتماع في الخدمه، اننا بالنسبه للسيدات العاملات الا عندهم الاولاد قل من 16 عام ما يمشوش يخدموا. اذا بالنسبه لي انا ما غنخدمش. بوم بحكم انني كنخدم في المدرسه ما عنديش مشكل، لان المدارس غيكونوا مسدودين. باغ كونتر بالنسبه للناس اللي عندهم اولادهم كبار، اذا غادي نلقاو ضروري واخا خدامين زعما كنت في دي سيرفيس بيبليك، غادي نحاولوا انهم يقلبوا لهم على شي بلايص يخدموا فيهم، باش انهم زعما كنت يحاولوا انهم يتخلصوا. الوغ بالنسبه لنا حنا بطبيعه الحال المهم قالوا غادي نتخلصوا عادي، ما يكون حتى شي مشكل. هي بابا فوالا خاصه نسمع وليداتنا. بالنسبه للسيدات اللي عندهم وليداتهم 13 عام يجلسوا مع وليداتهم في الدار، ما يخرجوا ما والو، ماشي ما نخرجوش، مي الخارجات يكونوا في الحدود. الا بغينا نخرجوا بحال دابا بغينا نمشيو عند الطبيب، ولا نمشيو لشي بلاصه اللي هي فريمون خاصنا نمشيو ليها.
بالنسبه للتقليه راكم عارفين دابا في المجازات كاينه الروينه، كاين الرباله كاع الناس كيتقداو خايفين. بطبيعه الحال كنقول انا هذا الشيء قبل فاش يلاه بدا في الصين، بدا في الطاليان، بدا في دول اجنبيه اخرى. ممكن نقولوا علاش الناس كيمشيو كيتقداو النور، ماشي زعما كانت ما زعما ما كاينش مشكل، راه غادي تكون سلعه. ميم حنا هنا في فرنسا كان الاخبار كيقولوا عندهم ستوك، زعما ما كاينش داك الخوف، ما كاينش داك الهلع، زعما الناس غير بشويه راه زعما غتكون سلعه، ما عندهم علاش يخافوا. مي الناس كيمشيو كيتقداو، المهم خايفين كيف ما قلت لكم. غنعاود عاوتاني نقولها، غادي تكون واحد الكريز اللي هي عالميه كبرى. الله يحفظنا ويحفظكم، الله يجينا ويجيكم. المهم انا بغيت نخرج بهذا الفيديو انني نقول لكم ردوا البال. با فوالا، حنا فرنسا يلاه يلاه الخطاب جا البارح، يلاه حنا اليوم حتى الاسبوع المقبل نهار ان شاء الله عاد ساعه يكون كلشي محبوس. المهم اليوم انا بالنسبه لي خدمت، وليداتي كاينين في المدرسه، ولكن اليوم يوم الجمعه ديال اليوم هو اليوم الاخير في الدراسه وفي العمل بطبيعه الحال. الوغ نتمنى لكم ما نطولش عليكم، نتمنى ان نكون اموان قلت لكم واحد الفكره من المستخلص ديال هذا الشيء اللي كاين طاري العلاقه ما بين الفيروس ما بين البورصه. الا حاولتوا انكم تشوفوا قلبوا في الانترنت ولا غتشوفوا غير في التلفازه ان البورصه البارح قالوا انها كاينه في الاسود، راه كاينه في واحد الشويت اللي ما نقولش لكم. بابا لا، الله يحفظنا الله ينجينا بطبيعه الحال. الموت راه كنا غادي نموتوا، ماشي هذا الفيروس هو اللي غادي يخلعنا، ولكن الازمه اللي من وراه هي اللي بطبيعه الحال الواحد خاصو يخاف منها. sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement. La fermeture à partir de lundi des 62 000 établissements scolaires du pays, comme en Italie, en Irlande, en Norvège. Plus de 12 millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens n'iront donc plus à l'école à partir de lundi jusqu'à nouvel ordre. حيت مع الصباح درت المهم هذيك لا بروميير بارتي، ابخي في العشيه المهم عيطوا عليا في الخدمه قالوا لي ضروري خاصك تجي لان كان عندنا واحد الاجتماع طارئ باش المهم نهضروا على حساب كيفاش غنتعاملوا مع التلاميذ في هاد المده اللي حنا داروا لينا فيها الحجر، ان خاصنا نجلسوا في الدار. دابا غادي نديروا لي دوفوار باغ ا ديستونس باغ انترنيت، نصيفطوا لي دوفوار للتلاميذ باغ انترنيت. بالنسبه لوليداتي انا كلشي غير بالانترنيت، ما كايناش عطله، ماشي عطله كيف ما كنقول لوليدات، راها ماشي عطله، غير هي القرايه والحفظه كتكون في الدار، غتكون واحد الاستراحه بطبيعه الحال لان الدار المدرسه ماشي بحال، ولكن خاصهم يتابعوا الدراسه ديالتهم، ما خاصش يكون واحد ان غون ديكالاج. المهم هضرنا عاوتاني على حساب بالنسبه للخرجات، غادي نديرو بحال ايطاليا تماما. الا بغينا نخرجوا المهم الا لقوناه بحال هكا في الصنقه او سي جامي وقفنا البوليس ولا، خاصنا نعطيو واحد ان جيستيفيكاتي بحال خاصنا نديرو التبرير الخارجات ديالنا علاش خرجنا. الا بغينا نخرجوا سواء غنمشيو عند الطبيب سواء الخارجات اللي هما ضروريا. اذا مستخلص ديال هادشي كله هو اننا خاصنا ضروري نمشيو نتقداو، لان ما غنقدروش كل ساعه نمشيو للمكازا نتقداو. اذا خاصنا نديرو واحد امتي ستوك، هما واحد ستوك على حساب هاد اوموان جوج سيمانات، قالوا ان التقدية ما غاديش المهم ما غاديش تكون، لان كاع الناس المهم دابا راه كاين واحد الرعب، واحد ما نقولش لكم واحد الرعب كاين في العالم كله في الارضية الكرة الارضية كاملة. المهم دابا انا غادي نمشي نتقدا ان شاء الله، حيت المهم يلاه خرجت المهم غادي نمشي نتقدا ان شاء الله. غنحاول انني نفلم لكم واحد شوية من المكازا الى قدرت. با فوالا نتلاقاو من بعد ان شاء الله. المهم السلعة ما نقولش لكم، لي غيو انا خلعوني. المهم بقاو معايا غادي نوريكم واش ماشي كيخلع، بقاو معايا. المهم هنايا لي غيون اللي مكتوب عليهم حلال ما كاين والو، كيبان لكم لي غيون هنا زعما كانت ديالنا حنا البلاصه اللي فيها الحلال ما كاينش. فرانشمون تخلعت انا، ما كنتش كنتحب هكا، مي المهم هنايا بقاو المهم شي حوايج ماشي بزاف، المهم هنايا كاين شويه لا سمول، مي الاساسيات ما كاينش، الدقيق والزيت وما كاين والو.
ديالي هادشي اللي قدر هادشي اللي لقيت اللي قدرت انا ناخذو. المهم خديت الحليب، المهم خديت جوج باكيتها، الباكيت الثاني ديالي، خديت الماء، هادشي اللي لقيت، سينو ما كاين والو والو والو. المهم يلا خرجت من المكازا، اش غنقول لكم فريمون تخلعت، لان ما كنتش كنتصور اني المهم كانت كتبان في التلفازه ان المهم في الاخبار كيقولوا بان المهم السلعه غادي تكون ماشي ما غيكونش زعما كانت والو، كان عندهم ستوكين كل شيء، ولكن فاش كتمشي لعين المكان وكتشوفي وكتقراي هذاك الشيء المكتوب فريمون الانسان خاصو يتساءل واش نطيق التلفازه، واش نطيق الاخبار، ونطيق هذا الشيء كيقولوا، ولا خاصني ندير هذا الشيء اللي كيقول لي راسي. فريمون المهم الاساسيات ما كاينينش بالنسبه للمواد هي اساسيه، الدقيق، الزيت، البيض، المهم المواد الاساسيه ما كاينينش ما كاينينش ما كاينينش. المهم انا كنت اليوم في كارفور كاتبين، المهم حيت كيقول زعما كترا السلعه كاينه، ولكن كاتبين لي زافيش راكم المهم غادي تشوفوها، كاتبين لافيش بان هاد لي برودوي هاد لي زارتيكل اي سون انديسپونيبل بور لو مومون، يعني ما كاينينش ميم في الستوك ديال المكازا ما كاينش. اذا كاين المواد اللي كيجيو هما كيكونوا ميم كيكونوا جايين من دول اخرى، اذا ما غيخليو حتى واحد يدخل، ما غيخليو حتى واحد يخرج، اذا هاد المواد ما بالنسبه لي انا ما غاديينش يكونوا، ما عدا المواد اللي كيتصنعوا هنايا في البلاد، لان هما اللي غنقدروا نشريوهم. المهم بالنسبه انا تخلعت، ما نقولش لكم تخلعت، في المكازات كاملين بحال هكا، لان كاينين شي ناس كانوا شي مكازات دايرين كاتبين لا ليست بان بحال دابا الكليون خاص ياخذ يا اما جوج باكيات ديال الدقيق، ولا جوج باكيات ديال لي بات، ولا جوج باكيات ديال الحليب، با بلوس. مي الناس اشنو كيديروا؟ بون عندهم لا تكنيك، انا نتفهمهم بطبيعه الحال، كاين اللي كيمشي كيديروا لو تور ديال المكازات، بحال دابا واحد كان في هذا المكازا يخرج من هذا المكازا يمشي لمكازا اخرى، انا متفهمهم لان كل واحد خايف على راسو بطبيعه الحال. المهم سمعتهم شي ناس كانوا كانوا قرابين، المهم في لاكيست قالوا جايين من جوج مكازات خاويين، كانوا في اوشون وكانوا في لوكليير، المكازات خاويين، جاو دابا الكارفور قالوا ما كاين والو. اذا بنادم كيتسائل امتى غادي يتقدى، امتى غياكل. المهم انا نقول لكم سيروا حاولوا انكم تقداو، ما ترخوش، ما تقولوا زعما راه غاتكون سلعه. المهم الانسان اللهم يدير ستوك عنده في الدار ويتهنى، ما يبقاش يخرج ولا يبقى يدور على المكازات. المهم نختم معكم الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، نتمنى ان يكون ما تقلتش عليكم، واخا الفيديو انا مولفه بالطبيعه، مولفه بالرحلات بالمرح، ولكن هذا الفيديو غيكون شويه بيزار. المهم الى فيديو قادم ان شاء الله، نتمنى انه يكون مغاير. قبلاتي وتحياتي كما العاده.